فول بوز لمنتخب ألمانيا وإنهاء المغامرة، وأيضا كرة رائعة يقدمها كان المنتخب الهولندي ومستمر فيها. عموما نتابع الكرة، محاولة في الناحية اليسرى والمحاولة من إيريك بيترز، بيترز من الناحية اليسرى ما يزال يحاول، مرور ممتاز، يعيد كرة خلفية إبراهيم أفيلاي، نتابع الهجمة ملعوبة من ويسلي سنايدر، سنايدر مرور الأول ناجح وتمريرة أخرى ناجحة وسنايدر، من التمريرات كرة شاملة، والبرتغالية كما هي الجزيرة الرياضية هي أيضا المنتخب الهولندي بكرة رائعة في الدقيقة 28، هذه كرة إبراهيم أفيلاي، التمريرة تأتي لويسلي سنايدر، مر من الأول، مر إلى